عادت إلى المنتخب السلوفاكي على اليمين أمشاك والهدف الأول. حطانه بشكل ممتاز والتسديدة القوية هذه المرة تأتي من غريغوس بديل الشوط الثاني. على فكرة خوان غريغوس يصل إلى الشباك نجم فريق كوبنهاجن. 1-0 يا ياسين. هدف أول من اللاعب غريغوس يأتي عكس مجريات المباراة بهذه اللمسة. شوف الكرة تسديدة لا تصد ولا ترد من الحارس ياسين بونو. التغطية لم تكن موجودة زيادة عددية من لاعب المنتخب السلوفاكي بعد التعديلات وبعد التبديلات. التبديل الأول اللي كان طبعا في بداية الشوط الثاني بدخول اللاعب غريغوس. وعرضية مثالية من حكيم زياش. رأسية مبارك بوصوفة اللي يضربها بشكل ممتاز لكن ارتماء رائعة من الحارس والهدف الأول. أيوب الكعبي جول. أين أنت من زمان يا الكعبي؟ هذا أيوب، هذا الكعبي، هذا اللاعب يا سادة. أيوب يعدل النتيجة من ركنية كان فيها مخرج المباراة في الباي باي، لكن التعادل لا يضيعش هذه الفرصة. من أنصاف الفرص في كأس العالم يجب أن تكون حاضرا. هذا أيوب بتركيز عالي حطها له في الشبكة في الزاوية البعيدة. ما فيهاش كلام يا أيوب، تسلم راسك يا أيوب. التعارة الإعدادية وبعد ذلك كرواتيا بينما كرة أيوب الكعبي هذه خاطرة يا يونس بلندا. جول 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 يونس، الثاني للمغرب، الثاني للمنتخب المغربي بعد استلام الكرة بشكل رائع. يونس بلهندا يسجل الهدف الثاني في هذه الأثناء. على الفرحة في المدرجات، هدف ثاني جميل من يونس بلهندا، الثالثة ثابتة يا يونس بعد هذه الكرة. كنترول، يا سلام يا سلام يا سلام، هذه المرة في الشباك يا يونس، سدد مرتين والثالثة في الشباك. هدفين مقابل هدف، هذه الأشياء التي نبحث عنها أن نراها. نحن لا نريد فقط الفوز بل نريد أن نرى مثل هذه الفرص في الشباك. يونس بلهندا، الفوز ممكن في هذه المباراة، يعطي معنويات.